جميل وسعيد على قلوبنا جميعا الصحفيين، انه جنود الكلمه، جنود كلمه الحق، اظهار الحقيقه، هن صوت الناس. اليوم هذا التكريم بمناسبه 50 عام على تاسيس الاتحاد الصحفيين، واتحاد الصحفيين في سوريا هو شريك في اتحاد، يعني مؤسس كذلك الامر في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين العالمي. دائما وابدا سوريا سباقه في موضوع تنظيم المهن. هذه المهنة اتحاد الصحفيين اليوم عم نحتفل بعيد الخمسين ومكرم قامات لن تنسى ولن تنسى أبدا. يعني حقيقة كلنا استذكرنا الأيام الجميلة اللي كانت هذه القامات والمواقف واتحاد الصحفيين والصحفيين بشكل عام واكبوا جيشنا وقواتنا المسلحة وقدموا الدم وقدموا التضحيات في سبيل عز سوريا. بنقول لهم ألف مبروك في هذا اليوم، مبروك للصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة وفي كل وسائل الإعلام. هي محطة ومناسبة لن نتوقف عندها، الاحتفال بالعيد الذهبي لاتحاد الصحفيين سيكون عاما ذهبيا للاحتفال بالصحفيين. هي محطة أولى وسيليها محطات أخرى أيضا على صعيد تكريم الصحفيين السوريين المتقاعدين. أردنا من هذا الاحتفال أولا نوجه التحية لأرواح شهداء الإعلام الذين قدموا أنفسهم في سبيل الحق والحقيقة في مواجهة هذه الحرب الإرهابية العدوانية الظالمة على سوريا. أردنا أن نحتفي برواد الصحافة السورية، وبالتالي هذا هو الذهب العتيق. هؤلاء هم كبارنا، أساتذتنا الذين تتلمذنا على أيديهم عندما بدأنا عملنا الإعلامي، وبالتالي نحن من خلال هذا الاحتفال نكرس قيمة أساسية فيما يتعلق بالوفاء لهذه العطاءات التي قدمها الصحفيون، والوفاء أيضا لدماء الشهداء يجعلنا أن نبقى على نفس الخط الذي نسير عليه، ملتزمين قضايا الوطن على الصعيد الخارجي وقضايا المواطن على الصعيد الداخلي. الذكرى الخمسين للاتحاد الصحفيين تذكرنا بدور الصحافة السورية ودور الصحفيين السوريين، الدور الوطني، الدور المجتمعي، الكلمة الصادقة، الموقف الواضح. الصحفي السوري لطالما تألق عطاء ولطالما سمى بالدفاع عن الوطن حتى وصل إلى درجة الشهادة، فالصحفي السوري في هذه المحطة يذكرنا بكل ما قامت به الصحافة في مواجهة سواء الحرب الإعلامية على سوريا أو كل حرب تعرضت لها سوريا في مختلف المراحل. هناك أسماء هامة وأسماء كبيرة نستذكرها اليوم، وأيضا نتوقف عند الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات المتقاعدين، نجوم قدم لمعوا في سماء الصحافة المكتوبة والمقروءة والمسموعة، وصلوا إلى المجتمع ووصلوا إلى المواطن بصدقهم، بعطائهم، بمداد أقلامهم. لذلك نحن نتوجه إليهم بالتحية. هو عام سيهتم بزملاء وزميلات المتقاعدين سواء عبر التكريمات أو عبر كل ما يمكن يعني تقديمه، ولو كلمة شكر لهم بأي وسيلة من الوسائل. نحييهم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، أنتم الأساس، منكم تعلمنا كيف يكون الصحفي سوريا وكيف يقف مع الوطن وكيف يقوم بواجبه ومهامه، مهام الصحفي الحقيقي. تكريم أنا أراه للمتفوق وليس للسن، بمعنى أن كل مؤسسة إعلامية عليها في العام أن تنتج مجموعة من المتفوقين، وهؤلاء يجب أن يكرموا من الاتحاد، من المؤسسة، من الوزارة، كي يكونوا ويشكلوا حافز لزملائهم للإبداع والعطاء. يعني عم تحكي على التكريم، طبعا نهاية جدا سعيدة إنه الدولة أو الاتحاد يكرم ناس قدموا للجمهور شغلات كتير كانت جميلة وكتير كانت فيها حب وفيها عطاء. بعد هذا العمر حسيت إنه أنا عطيت شيء لهالبلد. حد يقال لي يسلموا إيديك. نحن مو موظفين، نحن بنشتغل، وفي منا شهداء بذلوا دمهم مو من شهر راتب، لا رسالة وطنية مثل ما قال رئيس الاتحاد. نحن الصحفيين كتيبة بجيشنا البطل.
الشهباء والاعتدال اللتين تعدان المثل الأول للصحف الحرة الوطنية. إلى بطرس البستاني الذي رسم ملامح بذرة الوعي الوطني واليقظة القومية عبر نفير سوريا، وصحفيين كثر تحول صرير أقلامهم إلى صرخات حق تنبه الغافلين، ومقالاتهم أصواتا تلهب ظهور المحتملين الغاصبين.